حتى الخوت يلاه جيت دابا لقيتني يلاه مشاو جابوها ومشاو قالت لي لويز يلاه جابوها الحمد لله رحمك الله رحمك الله عم بالك زهري فيه خايف مني مالو والله الله قلبي شحال قدرت تصبر سال عليه نسال وانا على بالو حالي حالي مالي مالي رايت وما نهضر دابا تزيان دابا تجي ليا نعيشو مزيان نعيشو مزيان دابا تزيان دابا تجي ليا نعيشو مزيان نعيشو مزيان ويا عمري واش تراه طري فينا انا وقلبي من غبينا لغبينا ويا عمري واش تراه طري فينا انا وقلبي من غبينا لغبينا ويا يما يا السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في فيديو جديد تيها الجو حار ديال الفصح شي واحد السخونيه تخيلوا معايا دابا الخوت دابا عندنا 24 درجه وهاد 24 درجه انا كتبان لي بحال هي تقريبا واحد كدا 30 درجه في المغرب ما كذبش عليكم لحقاش واحد الجو غريب وسخون بزاف والصهد الصهد احنا مصيفين اليوم لا مشو دابا غادي للحانوت مشو نتقداو شي حاجه وغادي نرجعو كنتسنى واحد الكوليه خاصها تجيني من المغرب تخيلوا معايا من نهار رمضان صيفطنا في مر رمضان وكان 3 ايام غادي توصل و 3 ايام نيت فعلا وصلات وقال لنا واحد فيها واحد المشكل قال لنا واحد المشكل ما بغاوش يخليوها يجيبوها ليها للدار وبقات لاصقه عندهم تما بقات حاصله دابا يلاه صيفطوا لي ميساج عاد بقينا حيت كنهضروا معاهم كل نهار كنهضروا معاهم عاد في الاخر قلنا صافي غادي يصيفطوهم واليوم كنتسناوها على الله هادشي المهم دابا غادي نمشيو هذا الحانوت نتقداو شي حاجه صافي غادي نرجع للدار على الله القهوه وصلت للدار حيت صيفطوا لي ميساج قال لي راه جايه اليوم ان شاء الله مشيت باش نجيب الدقيق ما لقيتوش والله ما كاين لا ما عندهمش دابا هنايا خصني نمشي لواحد الشوب اخر عاوتاني باش نمشي نجيب منه الدقيق بسم الله نبداو نقلبوا دابا في هذا الصهد هذا نخليه على الله وصافي نبقاو دابا نخيطوا في الزناقي هنايا حيت دابا انا غادي غير واحد لي شوب لي صغار شويه ماشي كبار لي سوبر ماركت ولا شي حاجه غير شوب صغير الشيء اللي كاين وما عندهمش الدقائق دابا ما بقاش عندهم دابا غادي نمشيو نقلبوا في شي اخرى على الله نلقاه ولا شي حاجه بحال هكا واحد المنظر الخوت يا سلام كيف لي قدام راك وليت لكم في واحد الفيديو شحال هادي انا نوري لكم دابا عجبنا هذا المنظر بزاف اخويا ملي كون نازل من هنايا نقف قابل معاك بقا نتمنظر وصافي بقا نشوف يا سلام المهم دابا على الله الخوت نلقاو هذاك الكوليه وصلات على الله وحق الله درنا بناقص بهاد الدقيق هذا بقينا نقلبوا عليه ما لقيناهش وكل شيء سير هذوك لي شوب صغار ساعدين خاصنا نمشيو حتى هذا حتى هذاك لي سوبر ماركت على قبل دقيق باش نمشيو نشيبو واش غنارا خرجت والله مع الصاد هذا هو انا ما كنتزعمش باش شي تجيب شي حاجه حتى الخوت يلاه جيت دابا لقيتني يلاه مشاو جابوها ومشاو قالت لي لويز يلاه كيف جابوها الحمد لله رحمك الله هادشي يلاه مشاو دابا جيت معاهم قد دخل هادشي الصراحه هادشي شحال مزيانه الخوت ملي كتجيب شي حاجه من المغرب على الاقل كتشم في البلاد يا كنت كنصحابها غير صغيره الساعه كبيره تبارك الله رحمك الله عم مالك مارس عرفتي راه بزز باش خديناها الخوت تخيلوا معايا وصلت نهار اثنين كان العيد الحد وصلت اثنين على حساب كنا باغيين نشوفوا الحوايج فيها ديال هذا ديال العيد عيد الفطر وداك الشيء كنا باغيين نحتفلوا بها في ذاك الايام والساعه وصلت اثنين وما عطاوها لنا حتى اليوم الجمعه علاش بالتعياط وكنهضروا معاهم وكيعيطوا لنا كانت باغا ترجع قال غادي يرجعوها لهذا المغرب لحقاش شي حوايج قال لك فيها ما حيت ما قدروش يحلوا حيت واحد المشكل كان طرا عندنا في المغرب المهم انا غادي نحلو غادي نشرح لكم كل شيء شنو كاين المهم راه هي هذه المهم الخوت ها هي هي هذه تخيلوا معايا واحد البلان هنايا الخوت الناس كيموتوا على الفاكتور علاش من الفاكتور كيجي عندهم هنايا كيشبيهم يعني شي حاجه اللي يعني زوينه يعني على الاقل مثلا كان مضمون شي حاجه جايه بزاف الحوايج يعني جايه كل شيء كيبغي الفاكتور هنا يو لايك ذا بوست مان وين هي كيم
Oh yeah. Anybody like him? Yeah. Yeah, because you know that he's bringing something to you. Yeah. I got a song, haven't I, that I sing every morning. Yeah. عندهم أغنية كيغنوا عليها. ليش؟ ديما فرحانين بها. إحنا في المغرب رأيك يجيب لك غير الكواليس. كيجيب لك يا هذا الضريبة يا مثلا شي ورقة خاصك تخلص عليها في البنك يا هذيك شي يقولوا ليها الورقة ديال الانترنت خاصك تخلص الانترنت ولا مثلا كتكون منك واحد 15 يوم في المدرسة كيصيفطوا لك برا الدار باش تجيب والديك بزاف الامور يعني هادشي اللي كيوصلنا في المغرب الله يحسن الهوان المسكين داك الفاكتور واخا ما عندناش معاه لحقاش كيجيب لنا غير الكواليس يعني فما كتكون جالس في الدار كتوصل لك برا اشنو هاد البلاك تقول لي فيها هي غير ورقه الضريبه ولا ورقه ديال الخلاص ديال الانترنت ولا كيف قلت لكم ديال المدرسه كتكون منك واحد 15 يوم ولا 20 يوم حتى كيصيفطوا لك برا الدار هادشي اللي كاين المهم دابا الخوت غادي نحلو غادي نشوفوا شنو كاين هنايا ان شاء الله لحقاش راه ما نكذبش لك وانا فرحان بعدي بسم الله فرحانه فرحانه لويس They put so much tape around it, don't they? Yeah. I should call them Dera Hospital. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the I can smell smin. I can 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 على ما تتخيلوا معايا ملي كنشوف شي حاجه الخوت جاي من المغرب ومشات لشي دوله اخرى كنقول اه سوبيرو مشات للبلاد اخرى وانا باقي حاصل في المغرب والله الا شحال ديك الصغير كنت كنقول هذه القطه ديالي كمان اوبري ناري 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 قاعد تفرش داك الشيء كمان اوبري او ديرو ولا كيف ريلي يا تري وا هادشي كاع داك الشيء كبالي تقصى الخوت اللي كاين لداخل تفرشت سويت صيفطوا لنا الحلوى المغربيه الخوت عطي كاع يا الكرو كامل الخوت لا 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 اسفاي حد شويه المروزيه صيفطوا لي الخوت قلت لهم صيفطوا لي المروزيه اه والله لا غادي ريح لويس باغا طيب مروزيه وانا ما عرفتش فين نشري المروزيه هنا لا لا اسفاي اسفاي It's just the sweat عرقات واحد الحلوى الخوت عرقات بزاف والشباكيه حتى هي شكي ولات قاعد تفرتت داك الشيء اه قاعد تفرتت ناري 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 مع عرق هادشي تخيلوا معايا من الاثنين الخوت من صيفطوها لي الجمع صيفطوها الجمعه وصلت الاثنين الاثنين كانت هنايا في ثلاث ايام والساعه ها انتم شنو واش ترا دابا بقات حتى دابا اليوم الجمعه سيمانه يعني عرق هادشي كامل ولكن اهم حاجه اهم حاجه وهو هذا وهو هذا كنور ديال السمن الدامج ديال السمن بحال كنور اي نو اول سويت هادو حيت هنا ملي شريت السمن الخوت لقيته زبده كتشمو غير زبده ما فيهش ريحه السمن شو هنا راه لداخل وكتشم ريحه السمن باقي لداخل في هذا الشيء وباقي ما محلول ما والو كتشم ريحه السمن كاع خدينا السمن هذا كل السمن وخدينا الزعفران حتى هو كيبقى مع الزحام وداكشي ديال الباجاج وداكشي بزاف وداخل عنده فشي ديبو ولا شي حاجه بقى تعرق ومسدود عليه عرفتي مسدود عليه هنايا مغطي بهذاك البلاستيكات وعاد الكرتونه والسكوتش ما كاينش نفس من دخل ليه كاع هادشي عرق مشكل
I'll still eat them. Yeah. قلت لي مازال غادي ناكلها. لا غادي ناكلوها ما انا ما ناكلوهاش. Eat saffron. Yeah. هذا زعفران كله زعفران. عارف شو هذا بشاع على حسب طنجية ولا حسب هذا فيه واحد ما عادش كيقولوا لي كاع. المهم صغار ديال الزعفران معروف فيه هذا. هادو صيفطوا لنا 8 كل وحده ما عاد شحال فيها هاو ماني 8 ديها 10 مكعبات كل وحده فيها 10 يعني كل وحده فيها 10 الخوت يو كان غيت ات هذا ما كنقدر ما نضطرش نشريهم من هنايا وهادو 7 الخوت 7 ديال الكمون 7 ديال السمن على الاقل نعديو بهم حتى يحيد الحجر الصحي ان شاء الله عاد نمشيو للمغرب ونجيبوهم عاوتاني منهم والمشكل هادشي كامل اللي خلانا ما خديناش هادشي بكري بسبب هذا الخوت بسبب هذا ملي كانوا كيسكانيوها كطلع لهم هادشي ما عرفوش واش حشيش ولا ما عرفوش شنو كاين قالنا قولوا لنا شنو هو كاين دابا الغلط اللي كان وقع في المغرب طرا عندنا هاد الغلط هذا باش نوصيكم الخوت على القضيه كان عليهم في المغرب ملي قلبوا هذاك الشيء شنو كاين شنو غادي يصيفطوا خاصهم يكتبوه في واحد الورقه يكتبوا في واحد الورقه وكيحطوه على داك الكارطونه ملي تصيفط دابا هما ملي جا عندهم هنايا ما مكتوب والو ما عارفين عليه والو عيطوا لينا قلنا شنو كاين تما وسط ديك الكارطونه قال لهم كاين واحد الحلوه وكاين واحد السمن وكاين واحد هذاك الزعفران واحد شويه الحطيه اللي هي المروزيه قالوا واخا حنا غادي نشيكيو وغادي نقول لك شنو كاين هادشي اثنين عاوتاني عيطوا لنا وانا كان عندي الرقم ديالها كنتراكي كنشوف فين غادي فين وصل في الوصلات وكنلقاها باقه في نفس البلاصه عيطوا لي عاوتاني ثلاث قالوا لي يا ودي راه هذاك الشيء راه خاصنا نعرفوه شنو بالضبط قلنا ليهم ودي رسمن وراه بحال كنور حيت راه كنور عالميه راه ودي راه بحال كنور راه فيها تما فواحد المكعبات وداك الشيء راه ودي غير رسمن قال لك واخا حيت راه ما بغيناش نحلوها قال لك راه حيت ملي بغينا نحلوها نخافوا ملي غادي نصيفطوها هذاك الشخص اللي غادي يصيفطها لكم يشفر منها شي حاجه حيت لحقاش ديجا محلوله نظن حنا انا كان عندنا غلط ما قلناش لهم غير حلوها ماشي مشكل حيت ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تشفر مثلا شي فيها شي حاجه اللي مهمه مثلا تليفون بي سي ولا شي حاجه بحال هكا داز عاوتاني الاربعاء عيطوا لينا قال لك اودي راه محال غادي توصلكم راه غادي نرجعوها عاد قلنا لهم اودي حلوها على ما فيها حتى شي حاجه اللي خايبه راه فيها غير هذاك السمن راه عادي قال لك عاوتاني واخا عطيونا شويه الوقت عيطوا لنا الخميس هذه اخر مره غادي يعيطوا لنا قال لك اودي واش هذاك كلور ماشي في هذه فيها اللحم ولا شي حاجه لويس قال لهم لا راه فيها بالزبده وداك الشيء بالقوام ديالها باش مصيب بقاش كتشرح لهم شحال انا عييت معاهم عطيت لويس هضر معاهم بقاش كتشرح لهم شحال عادوا في الاخر يقول لك صافي ملي ما فيهاش لا لحم لا والو يعني هاد بحال كنور ارتيديال ما فيهاش هذا ما فيهاش اللحم يعني ماشي كنور ديال الدجاج ولا كنور ديال اللحم قال لك راه ممنوعه صافي دابا عرفنا هاد القضيه بان راه ممنوعه عاد بقينا معاه قال لك صافي الغد اللي غادي نجيبوه عليكم وليت اليوم الجمعه ها انتم هذاك الشيء علاش وخسر كل شيء I'm gonna put them in little boxes on their own then so that شبكي حتى هي خسرات I really want to eat them شبكي باقا مزيانه وانما غير عرقات اما الحلوه عرقات بزاف عندو غريبات غريبات بقى فيها ولات مفرته كل شيء تفرتت المهم باقي شي حاجه اللي باقا مزيانه يعني غادي نعزلوهم كاملين ان شاء الله They look amazing, don't they? Yeah. I really want to eat this one. هذه أنت مع رقاش الخوت عامرة من داخل الشوكولات فات دوفاس. مش عارف هذه شو هي. Can I try? Wait. Yeah, try. قلت بسم الله. Yeah, good. لا شيء. What is the other one? What is the other one like this? Please. How do you say? شو دابا هذا الخوش الاشكال هادو شكي ولا كل ما خسروا بسبب تفرتيت كاين هذا الشكل هذا حتى هو انت الشوكولاته كنمسو كيمشي ديب كاين هذا الشكل كاين هذه ديال الكوك كاين هذه شي ديال الشوكولاته شي كامل خسر لينا المهم نعديو به وصافي اهم حاجه من هادشي كامل وهو هذا هو اللي درنا مشكل وانما يستاهل لحقاش باغينو هاد السمن وهاد الزعفران حيت السمن الخوت هنايا لقيتو شريتو وكاتبين عليه سمن وملي كتحلو كتلقاه غير زبده ريحته كامله ريحه الزبده وديب وواحد الشكل غريب
ماشي سمن هذا سبحان الله العظيم باقي مسدود والداخل وكتشم فيه الريحه عاطيه ديال بصح. واخا ماشي سمن اللي يعني اللي اوريجينال اللي هذاك السمن الحيل داكشي اللي كيكون لك ناخذو ديال العبار، وانما هذا المهم نقديو به هذا احسن احسن واخا هكا. اما داك السمن الاخر يعني اللي اوريجينال اللي معروف وداكشي راه ما كاينش فين تاخذو وما غاديش يتصيفط اصلا. اللهم هذا احسن، هذاك الا مشيتي صيفطتي راه غادي تخلص لهم الطياره ولا تخلص لهم الباط ولا غادي يجي فيه ولا ما عرفتش فيه، تخلص لهم كلشي. لهذا خوش المهم الحمد لله ونشكروا اللي جات هذه اللي باغي نطيب وداكشي وشويه المروزيه وصافي. باش لويس طيب هذيك المروزيه حيت دابا تعلمات ليها وباغي طيبها باغي تشوف كيفاش غادي ديرها وصافي. هادشي اللي كاين الخوت. المهم هادشي اللي كاين يعني الغلط وقعنا فيه، الغلط من غلطنا من المغرب يعني الشخص اللي صيفط اللي مكلف تما بالخدمه تما ما مكتب والو في الكرتون يعني نورمالمون خاص يكتب شنو كاين كلشي شنو كاين لداخل باش هما بلا ما يحلوها تما عندهم هنايا وداكشي دابا ملي داروها بالسكان كيطلع ليهم هادشي وبلايك يعني شنو هذاك الشيء شنو شنو داكشي علاش لايك وفيهم مكعبات صغار. I'm gonna take these out to the sun, is that alright? يا باش حيدو من الشمس حاليا حنا كنزيدو عليه باش نذوبو كثر. المهم ما توقعوش في الغلط، الا كنتو غادي تصيفطو شي حاجه قول لهم يكتبوا كل شيء في الكارطون هادشي اللي نورمالمون كيديروه نيت هادشي اللي قال لنا حتى هنا قال لك نورمالمون خاصهم يكونوا كتبوا لكم هذاك الشيء شنو كاين في هاد الكارطون. ما كناش غادي نوقف هاد المشكل يعني مع غادي يشدوها مع غادي يشوفوا شنو كاين لداخل اصلا الديوان يعني ملي كتقول لك كتبه مكتوب راه جايين من الديوان تما داك الشيء راه ما يكذبوش عليهم ما يعرفوا شنو كاين تما صافي في البلاصه غادي يصيفطوه. وانا بقى لي هذاك الشيء محطوط عندهم وفي الديبو ديالهم والصه تما ودابا حاليا الصه ديال بصح داكشي علاش. المهم هادشي اللي كاين الخوت، شكرا لكم بزاف، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.